برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. امبارح تم إطلاق حملة تبرعات الأولى للمصريين بالخارج لصالح المشروع القومي حياة كريمة، وتم جمع أكثر من 362 ألف دولار لدعم المشروع. معانا على الهاتف ليلى بنس، مستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة، واللي في الحقيقة كان ليها دور كبير في دعم المشروع من خلال تبرعات المصريين في الخارج. صباح الخير، برحب بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. يعني حضرتك إزاي قمتي بدعم المشروع القومي حياة كريمة؟ الحقيقة أنا يعني كان معي ناس كتير قوي بتساعدني. طبعا الحكاية كلها ابتدت مع الوزيرة نبيلة مكرم لما جيت في مصر في جون في يونيو، وقالت لي قابلت معاها وتقابلت مع كل اللي بيتعاملوا مع حياة كريمة، وقالوا لي بالظبط هم عايزين يعني نعمل ايه، ان احنا نحاول نساعد هنا المصريين في امريكا، يساعدوا المصريين في مصر. فالحقيقه الحكايه عجبتني جدا جدا، لان فعلا المصريين هنا دايما بيحاولوا يساعدوا بس مش عارفين يساعدوها ازاي، مش عارفين يعملوا. دي اول مره يبقى عندنا طريق ان احنا فعلا نقدر نساعد في مصر. فاتفقنا لما قالوا لي على حياة كريمة، على مشروع حياة كريمة، فابتدينا بقى نفكر ايه بالظبط اللي احنا نقدر نعمله هنا في امريكا. وفعلا اتفقنا على حاجتين. حاجة ان هي نعمل classroom on wheels، اللي هو مدارس بتكون بتتحرك من قرية لقرية لقرية، والمدرسة دي تبقى على truck وعليها وحط فيها الكمبيوترز وحط فيها كل حاجة، بحيث انها تعلم المصريين وبتوع القرية ازاي اشغالهم وحاجات زي كده. وبعدين مشروع تاني ان هو ازاي نجيب لهم حاجات تساعدهم يعملوا شغل. لان عارفه حضرتك يعني احنا مؤمنين جدا ان الواحد لما تديله سمكه يعني ممكن ياكل لمده يوم، لما تعلميه يقدر ينفذ. بالظبط. فاحنا قلنا لازم يعني الفلوس دي اللي احنا هنحاول نصلحها من هنا تروح في الحاجه دي. فدي ابتدت المبادره هنا كده. وبعدين لما جينا هنا الحقيقه في ناس كتير قوي ساعدوني. ان هو ان احنا نعمل الحكايه دي، لان لازم عشان يعني المصريين هنا في امريكا تساعدهم يدوا فلوس، لازم الفلوس اللي تطلع من هنا تكون معروفه هي رايحه لايه. فعملناها بحاجتين، ان الفلوس تروح على الروتري عشان تطلع تاكس ديدكتبل، نعم، تطلع من الضرايب. واوسو نيو ايجيبت ساعدتنا قوي، عملت هي الويب سايت، وبحيث ان الواحد لما يجي فلوس على الكريدت كارد بدل تطلع. استاذه ليلى، استاذه ليلى يعني خليكي خليني في البدايه هنا يعني بعد صباح الخير خليني يعني احيي حضرتك على حاجتين. اول حاجه تجرد الذات، لما حضرتك قلتي ان مش لوحدك، معاكي مجموعه تانية من المصريين في الخارج، وتاني حاجه مجهوداتك الرائعه اللي قدرتي ان انت توصلي بيها ل 362 الف دولار، يعني بنتكلم في تقريبا ما يساوي 5.5 مليون جنيه مصري. عاوز اعرف الرقم ده اتجمع خلال فتره قد ايه في الاول، وازاي قدرتي تعرفي المصريين باهميه المشروع او اهميه المشروع القومي حياه كريمه بشكل عام؟ الحقيقة احنا يعني ابتدينا الحكاية دي يعني من قيمة اسبوعين، وبس امبارح كان عندنا زوم ميتنج عملنا زوم ميتنج لمدة ساعتين، وبعتنا يعني بقالنا كام اسبوع بنبعت الزوم انفيتيشن للناس اللي نعرفهم هنا ونقول لهم. والحقيقة انا طلعت بردك على تي في هنا في امريكا المصريين، عملت 4 شو وقلت الناس كتير عليهم، وكلمنا يعني نعرف مصريين كتير هنا. وطبعا الوزيرة عملت مجهود كبير قوي، كلمت كل يعني المصريين اللي تعرفهم هنا وبعتنا لهم الزوم ميتنج والكونسول بتاع هنا في لوس انجلوس وفي هيوستن بردك، بعتوا انفيتيشنز للمصريين ان هم يكونوا معانا امبارح على الزوم ميتنج. نعم.
طيب أستاذة ليلى، يعني أنا حابة أعرف من حضرتك سبب إيمانك الكبير بمشروع حياة كريمة. هل السبب ده مثلا التواصل ما بينك وبين الوزيرة نبيلة مكرم في الأول، هي اللي أقنعت الجالية المصرية؟ يعني حابة إزاي ده بدأ؟ وكمان عارفة إن بنت حضرتك سارة عملت عيد ميلادها واستغلت العيد ميلاد عشان تجمع مبالغ لحياة كريمة، فاحكي لنا أكتر عن ده كمان. فهي لما رحنا مصر في جون هي كانت معايا وكانت وحضرت الميتنج معايا مع الوزيره. وبعدين يعني احنا لما كنا يعني بقالنا 3 اشهر وشفنا الفيديوز اللي الحياه كريمه الاساسيه في مصر، فضلنا قد ايه الناس محتاجه وقد ايه لما انا رحت مصر كمان كنت وشفت الاعلانات على مصر وقد ايه عامله فرق كبير جدا جدا. يعني انا امنت بالحكايه دي بالشكل، يعني انا حسيت ان فعلا فعلا هتغير مصر، واي حاجه هتغير مصر وانها تبقى احسن دي حاجه يعني تشرفني وحبيتها جدا. وفعلا بنتي برضك حبت نفس الحكايه. فلما كان عيد ميلادها الاسبوع اللي فات قالت لي يا ماما انا مش عايزه حد يديني اي هدايا، انا هقول لكل اصحابي وكل اهلنا ان هم يتبرعوا على الفيسبوك، عندنا بيج على الفيسبوك بحيث ان هو تطلعي عليه وتحطي الكريدت كارد والفلوس تطلع. وفعلا لقينا كتير قوي من صحابها واهلي وبابايا وكده طلعوا على الفيسبوك وادوا دونيشنز وكانوا مبسوطين جدا. وصرت يعني كل ما حد كان يعمل دونيشن كانت تكلمهم تشكرهم، وتشجعت الناس تدي اكتر واكتر لان هي مؤمنه قوي زي انا ان دي فعلا حاجه هتغير مصر، واي حاجه هتغير مصر وتساعد الناس اللي فعلا محتاجين دي حاجه تشرفنا قوي وتشرف المصريين كلهم هنا. انا بس حاجه صغيره جدا من اللي انا بعمله، يعني انا ما عملتش حاجه لوحدي، انا بس كلمت الناس وشرحت لهم واديناهم فرصه. الحقيقه ناس كتير قوي تعبت ان احنا نوصل للحكايه دي، مش انا بس، وده مجهود ده مش قليل. نعم، وده مش مجهود قليل، وكمان باين ان حضرتك كمان يعني مش فكرة بتقومي بالاعمال الخيرية، لا كمان انت زرع الخير ده في اهل بيتك وافراد اسرتك. لكن كلمينا بقى الفترة اللي جاية، ايه المستهدف، ايه اللي انت ناوية تعمليه ان شاء الله يا استاذة ليلى خلال الفترة اللي جاية لتضاعف الرقم ده؟ احنا اتكلمنا على 5.5 مليون، حضرتك قلتي خلال اسبوعين تقريبا، الفترة اللي جاية او الحملة هتكون مدتها قد ايه كمان، وناوية ايه ان شاء الله الفترة اللي جاية؟ احنا ناويين بردك يعني طبعا يعني نقول يعني الناس دلوقتي عرفت ان هو تقدر على تروح على الفيسبوك وتعمل دونيشنز، وكل فرصه طبعا نقدر يعني وجانا كنتينيو يعني نعلن عن الحكايه دي. واهم حاجه دلوقتي ان احنا نشتري الاكويبمنت دي ونفرج الناس ان 100% من الفلوس اللي هم عملوا فيها دونيشن الحاجات هتشتري بيها الحاجات اللي هتساعد مصر. وان شاء الله لما الحاجات دي نشتريها نحطها على الفيسبوك ونفرجهم ازاي. يعني في شانة ان هي من حياه كريمه في مصر قالت لي ان هيعملوا فيديو لما يدوا مثلا احنا اشترينا او يعني ترايسيكل ودوها لحد عشان اشتغل، هنعمل فيديو بالحكايه دي ونحطها على الفيسبوك. نعم، يعني حضرتك عامله الحمله على مرحلتين، المرحله الاولى هي فكره الترويج للمشروع بشكل عام، والمرحله الثانيه هي الترويج من خلال تغير او تغيير ملموس على ارض الواقع. الفلوس اللي انتم تبرعتوا بيها شوفوا ازاي غيرت الارض ونهضت بعدد من المشروعات وعدد من القرى ايضا. أستاذة ليلى بنس، مستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة اللي كان ليها دور كبير في دعم المشروع القومي حياة كريمة من أمريكا، بنشكر حضرتك يا فندم.